النقطة الأخرى وما يتعلق في الانتهاكات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، تستمر إسرائيل في احتلالها لفترة زمنية طويلة بدأتها منذ عام 67. القضاء الموقرون إن فلسطين تعرضت لأطول احتلال في التاريخ الحديث للبشرية وفرض الوقائع على الأرض من أجل تمديد عمر هذا الاحتلال. إذن إسرائيل بدأت بزراعة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفرض الحقائق على الأرض وتفتيت الأراضي الفلسطينية والعمل على شرذمتها في انتهاك واضح للقانون الدولي. وممثلي دولة فلسطين أوضحوا أمام هذه المحكمة بأن إسرائيل تقوم بأعمال استعمارية واستيطانية حيث عملت على نقل المواطنين المدنيين الإسرائيليين أي المستوطنين ليعيشوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليصل عددهم إلى 750 ألف مستوطن مغيرين بذلك الطبيعة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية. وهذه عملية ضم على أساس الأرض الواقع في انتهاك في تنفيذ واضح للتشريعات والقوانين التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي. وهناك دول قليلة جدا من يدافع عن السياسات الإسرائيلية وأن هذه الأعمال غير شرعية وغير قانونية وتمارس على أساس الاحتلال، إذ أن الاحتلال الإسرائيلي احتلال غير قانوني وغير شرعي وفق قرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي، ولم يكن أي قرار عن الأمم المتحدة سوى ذلك. إن مصر تقدم مقترحها وترى بأن الاحتلال والأمر الواقع غير قانوني وغير شرعي وخطير جدا، وكما أوضح المشاركون في هذه الجلسة بأن هذا الاحتلال فيه انتهاك للميثاق الدولي، إذ أن إسرائيل في احتلالها الممتد يقوم على أنظمة غير قانونية وتطبيق لتلك القوانين بشكل مستمر. والمحكمة صنفت بأن الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة أمر محظور، وأن مبدأ تقرير المصير أيضا هو واحد من معايير القانون الدولي الواضح والقاطع والذي لا يمكن انتهاكه تحت أي ظرف. وأيضا هناك حذر واضح للفصل العنصري ولمحاولة إخضاع شعب آخر لسيادة دولة أخرى. إن هذه السياسات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن يتم مراجعتها وتقييمها. وفيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، فإن الدولة المحتلة يحظر عليها تغيير الوضع القائم في الأراضي التي تحتلها وتمنع من ضم أي جزء من تلك الأراضي، ويكون لها صلاحيات في قيام ببعض الأحداث أو الأعمال وفق الاحتياجات التي قيدها وحددها القانون الدولي، ولا يمكن لها أن تتمدد في الأرض التي تحتلها. أيضا إن الاحتلال المعادي يكون أولا مقيد بالقانون على أساس أنه احتلال مؤقت وأنه لا يمكن أن يمارس السيادة على الأرض الواقعة تحت احتلاله أو تغيير نظام تلك الأراضي أو إخراجها عما هي عليه بفعل الاحتلال. إن قوة الاحتلال هي بمثابة إدارة أمر واقع تحاول فرض سيطرتها على سكان الأرض المحتلة والعمل معهم بشكل منفصل وضمن مؤسسات منفصلة عن تلك الموجودة في الدولة التي تقوم في الاحتلال وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والتي فيها تحديد وتعريف واضح لمفهوم الاحتلال. إن تغيير معالم الأراضي المحتلة
على المستوى الجغرافي والمستوى الديموغرافي أصبح أمر مفهوم، أصبح أمر واضح في الأراضي الفلسطينية. تعمل على ترحيل السكان من أراضيهم وتعمل في نفس الوقت على القدوم بالمستوطنين الإسرائيليين للعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفقت ملاحظات الأمم المتحدة في 58 وفي اتفاق باريس حذرت نقل المدنيين من الأراضي التي تقوم بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة، سواء لأسباب إثنية أو عرقية أو لأسباب استعمارية. وكما يتضح في بيان أو في المرافعة الفلسطينية، فهناك دليل واضح بأن إسرائيل تريد دعم المستوطنات والبقاء عليها في الأراضي الفلسطينية المحتلة للأبد، تغيير المعالم الديموغرافية في تلك الأراضي، وأيضا ممارسة السيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي. ويتضح ذلك من خلال تشريد المواطنين الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم، وتحديدا في قطاع غزة، إذ هناك أوامر إسرائيلية بالإخلاء بالقوة لسكان الفلسطينيين في خلاف واضح للقانون الدولي، لأن ما تكون فيه هو بمثابة تطهير عرقي. ويجب أن نؤكد هنا بأن المادة 49 لا تمنع فقط ترحيل السكان، بل أيضا تؤكد وأقتبس هنا بأن أي إجراءات تقوم بها الدولة القائمة بالاحتلال من أجل أن تنظم أو من أجل أن تشجع ترحيل جزء أو كل من سكانها إلى الأرض التي تحتلها أمر مرفوض. وهناك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد عدم شرعية وقانونية المستوطنات الإسرائيلية وعملية الضم والإجراءات التي تقوم فيها إسرائيل لتغيير شخصية ووضع مدينة القدس الشريف. واعتبر القانون الدولي هذه الإجراءات بأنها انتهاكات لاتفاقية جنيف الرابعة، وتطلب من إسرائيل بالامتناع عن مثل هذه الممارسات. ومجلس الأمن الدولي أدار قرار 298، والذي وضح وأقتبس هنا بأن كل الإجراءات الإدارية والقانونية التي تخذها إسرائيل من جل تغيير وضع القدس الشريف بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات ونقل السكان أو ترحيل السكان، وهي غير قانونية ولا يمكن أن تكون سارية.